سالنا القيم، انا خدت سمير، هذه اختي كانت كتعاني 5 سنين من اسهال، ومن مشات دوزت دينا الميريزكو في حلا ايرجون، داروا له واحد الفازلك واحد الدر المصران مسدود هذيك الساعه بشي 25 سنتيم. قال لك ضروري خص عمليه. ملي دارت العمليه الاولى كانت صافي ضعافت وما تبقاش كتاكل وما كتنعش. داروا العمليه الاولى خرجوا لها بنطازه كدير 12400، ضروا شي محسنين عاونوها الناس وكلشي، ولكن حيت العده طول الابد هذاك الدواء. ملي مشات ثاني دارت عند كونترول، ملي دارت التلفازه دارت سكانر لقاو عندي نفس المشكل، قال لها غدخلي ديري العمليه. دخلت دارت العمليه، ملي دارتها قال لها غديري نديرو لك الخنيشات تبقاي ديريها حتى نشوفوا الحاله. ملي داروا لها خرجت بالعمليه بالخنيشه، ملي خرجت صافي وحيد لها الطبيب، ملي بغات تخرج قال لها غنحيدها لك تنشوف من حدا ما نفس المشكل، بقى في الحرق والوجع والاسهال وكلشي. ملي رجعت عند الطبيبه رديناها قالت لك اودي اش غنقول لك، المصران ما براش ليها ما توالمش مع داكشي. بقات وكاكت واحد النهار وهي تغيب. ملي غيبت ديت انا ايرجو الميريزكو، قالوا لي غديري لها السكانير. ملي درنا السكانير ديناها للبلاصه فين فتحات، قال لك عندها ابسي، وداك الابسي ضايع لها في ظهرها وفي كرشها وفي كلشي. اضطروا قال لي غتجيبها دابا ايرجو تنعس. نعسات عندهم، داروا لها التحاليل ثاني، داروا لها السيروم، كيديروا لها واحد الدواء باش يقتل هذاك باش ينشف هذاك لابسي اللي كان عندها. قالت لها خصك ضروري العمليه، راه عندك نفس مشكل خصك تقطعي. ملي جا الكورونا خرجوها دابا عطاو الدواء، اختي غالي والراجل مسكين في حال شويه كاري، راه اللي بغى يجي يشوفها في السطح راه كاريها في السطح يجي يشوفها، حالتها مزريه والدواء غالي عليها. والتحاليل كدير التحاليل ب 36، السكانر ب 76، كلشي. كتان سميرة من الدار البيضاء، عندي 3 الوليدات وكارية ما خداماش، الراجل تاهو ما خدامش، يعني خدامة كيخدمها في المصبان، مرة كيخدم مرة كيبرك، يعني ما عندوش شي صالير كتير، وعندي الكرا غالي. كان كيجيني الوجع والإسهال. ملي مشيت دوز دارو لي التلفازة قالوا لي غديري العملية في 2013، درت العملية وخرج، خرجوا لي واحد الدواء بنطازة كنت كنشري ب 12000 ريال. باش كنت كنشريه ملي كنت كنشري ب 12000 ريال صافي درتو شويه رجع ليا عاوتاني المرض في 2019. خون هو المصران كيتسد ليا كيتبوش، ما كيبقاش يدوز ليا الماكله صافي. كان ملي كنمشي لعند الطبيب كيقول لي راه غديري العمليه وغنقطعوا لك من المصران باش غيتسرح لك صافي. داكشي اللي تيديروا كيقطعوا ليا من المصران الغليظ والرقيق بجوج صافي، وكيخرجوا لي بنطازا فانيد. وليت شويه عليه شويه عاوتاني تسد ليا المصران في 2019. ملي مشيت عاوتاني قال لي راه عندك العمليه غديري العمليه في 2019 شهر 9، درتها. ملي درتها عاوتاني في شهر 3 شدني عاوتاني كريز، مشيت للسبيطار داروا لي التيو قال لي عاوتاني راه المصران تسد لك خاصك ديري عاوتاني العمليه. جاتني معاد كورونا قال لي ما تبقايش باركه في هذا السبيطار، ما عندكش ماشي من حقك تبقاي في السبيطار، سيري تفوت هاد كورونا وجي عندنا. دابا مخرجي لي الدواء داكشي دايرين معايا في هذا الاخر ديال شهر 12 غيديروا لي التيو، قال لي غنشوف المصران اما ديري العمليه ولا غنشوف. دابا دايرين معايا في شهر 12 باش يديروا لي التيو باش غيديروا لي العمليه. كيتسد لي المصران ما كنقدرش صافي، كنولي رقيق ما كناكل ما نشرب ما والو، ضروري من العمليه. حتى ما قطعوش لي المصران كيتبوش عليا كيتسد، ما كيبقاش يدوز لي لا الماكله لا والو. داكشي اللي كليت الاسهال ما كتبركش لي الماكله في كرشي. وما حنا كنتمحن بزاف كنتمحن بزاف طول الابد. قال لي حياتك كلها غتبقاي بحال هكا بحال هكا، تبقاي ديما بحال هكا تتشير. انا كنبغي نقول المحسنين يتعاونوا معايا في سبيل الله، داكشي اللي باش ما سخام الله، حيت الدواء عندي غالي والراجل على قد الحال ما خدامش. وبغيت ما يتعاونوا معايا بحال هكا في الدواء، ولا كان عندي شي تحاليل تعاون معايا هادشي في الدواء، هادشي اللي كنقول لهم صافي.